رح فرجيكم اليوم مكياج عروس هي عروسة 2017 بألوان رايقة، ألوان ترابية مدموجة بألوان البريك لتعطي سحر للعينين وللوجه. هلأ رح بلش بالعينين بألوان ترابية. حطيت لها الرمش اللي هو مناسب مع عينها اللي بيجي قصير من قدام وطويل من ورا. حبيت ضويلها على زاوية العين كمان بيعطيها للعروس رونق خاص فيها. أكيد الحواجب بدنا نعلمهم بطريقة كتير طبيعية. دخل اللونين بالبلاش بين الزهر والبرونزو. اخترت لون النيود مات بالاخر. المكياج لازم يكون في فيكساتور حتى يثبت اكثر المكياج على الوجه. Thank you.